احنا قلنا من فور كاونتر ان رينج، قلنا رينج من نكتب واحد كوما اتنين عشان لو كانت البيدي ناقص حاجه حته ولا حاجه، معناها ان الكاونتر هيتعامل مع حاجه اسمها رينج. رينج ده كومبليكيتد اوبجكت على بعضه، هيفهم ان هو ماشي 1 2 3 4 5 6 لغايه ال 100، 101 لا، فاهم؟ لان الستيب بتاعته الديفولت بواحد، الستيب بتاعته الديفولت بواحد، لو عايزين نغير الستيب بيجي هنا بناخد كوما مثلا بنكتب 2 يبقى كده الستيب بقى ب 2. تمام؟ احنا كده ماشيين بالديفولت، فالديفولت الستيب بواحد. يمشي 1 2 3 4 لغايه 100 وبس. تيجي نجرب المثال ده، في الاخر بيطبع اللاست فاليو في كاونتر هيطبعها كام؟ 100. لانه مش بياخد 101 وبعد كده يرفض الشرط وبعد كده يرجع، لا ما بيعملش كده. لو جيت عملت كده في 5 هتلاقي ماشي معاك لغايه 100 وهتلاقي اللاست فاليو بتساوي ايه؟ هي ال 100 مفيش غيرها. خلاص كده؟ ده الشكل الاول. بنقول عايزين نعمل ايه؟ نطبع الارقام الفرديه. نعمل ايه يا شباب؟ نعمل كوما. ايوه رينج. بدل رينج نخلي الستيب باتنين. نفس الحركه اللي عملناها في الوايل بالظبط، بس الوايل كان عندنا ايه؟ لو رجعنا الوايل هتلاقي ان الوايل كان الوايل وبعد كده الكونديشن الشرط وبعد كده الاوامر وبعد كده الايه؟ الزياده اللي هو الستيب، بزود باتنين او بزود بواحد. هنا على طول في الرينج بتتزود في نفس المكان هنا، فاخف اخف بس، لكن هنا كده خلاص هيبدا بواحد وهيمشي الستيب باتنين لغايه لما يوصل لغايه كام؟ اقل من 101 اللي هي كام؟ 99. 99 ده اخر حاجه هيوصل لها. فلو جينا كده عملنا كنترول ما اعرفش اس اس بس رن، لاحظوا معايا 1 3 5 7 9 كان دي 97 99 واخر كما هي كام؟ 99. اخر كما هي كام؟ هي 99. هل في مشكله في ديت يا شباب؟ طيب لو عايزين نطبع الزوجي مين يرد عليا؟ المفروض تبقى سهله بقى خلاص. احنا نبدا باثنين، نبدا باثنين بس صح؟ نبدا باثنين، ابدا باثنين، فانا ابدا باثنين والستيب باثنين، يعني همشي 2 4 6 8 الى اخره صح كده؟ وصل في 5 هو مش معايا اهو كل الزوجي لغايه لما وصل 98 100 وبيقفل بال 100 صح كده؟ طيب كويس جدا. لو عايزه بيقبل الارقام على الاسم على 5 يلا ها. برضه فكره مش جديده علينا. نبدا بخمسه والعد يبقى بخمسه. مظبوط كده. خمسة وفي الآخر خمسة. صح؟ بس بخمسة في خمسة، خمسة 10 15 20 لغاية 95 95 100. مظبوط؟ طيب. إيه بقى الاسم على خمسة والسبعة؟ اعمل لي في كلوز. لازم اعمل ايه؟ طب قول لي اكتب ايه؟ احنا هنبدأ بخمسة وفي الآخر عد سبعة. ولا ايه؟ هو الخمسه والسبعه مع حضرتك ايه يا دكتور؟ احنا المره اللي فاتت اضطرينا نكتب جمله اف دي ستيتمنت كامله. مين يمليني؟ يعني الاول البدايه خليها واحد. ماشي خلينا البدايه واحد. اوكي وال ممكن نخليها سبعة وخمسة ما في مشكلة ونعمل اف كلوز. اجي هنا ونعمل ايه؟ نستخدم ال برضه الكاونتر. نعم قسم يساوي زي كم سبعة مثلا. اوكي زيرو. نحن ايش بدنا نخلي باقي زيرو اند؟ لا بدون اند لانه حتى ما ادري. انا معاك اللي انت عايزه. نعم شك في شيء غلط. خمسه طب هيك ما بتزبط؟
نفس الشرط بتاع اف بتاع المثال اللي فات اند وبرضو ال عايز تعمل كده اند الكاونتر بلس 5 تساوي 0 صح كده؟ اه ايوه طبعا البرنت يخش هو عشان تبقى تبع نعم صح نجرب صح طبعا نعم هي صح. هتطلع نتيجه صح ونلغي الخمسه يا دكتور اعتقد اللي هو دي يعني اه طيب كده احنا رجعنا زي المثال اللي احنا حلناه قبل كده بالظبط كده احنا ماشيين زي المثال اللي حلناه قبل كده بالظبط هتيجي تنفذ قال 75 بالظبط نفس امكانيات المثال اللي فات بس احنا ممكن نعلي الامكانيات دي وعلى فكره ممكن نعليها في الثاني برضه احنا الاستيب يا دكتور بنزل حتى الرياضيه بس المفروض ان الخمسه والسبعه الحاجه اللي بتبقى الاسم عليهم هي مجموع حاصل ضربهم احنا لو جبنا حاصل ضربهم مضاعفات يبقى ماشي لو زادنا الزيرو فاهم الفكره دي بس لو قلنا مثلا السبعه والتسعه والخمسه فحاصل ضربهم هم الثلاثه برضو ثلاث ارقام مع بعض بقول لك عشان كده بس انا لكن انا فاهم تقصد ايه بس مفيش مشكله بس انا كنت عايز اشوف حاجه ابسط عارف ايه هي لو انا مشيت الستيب بسبعه مش بخمسه سيب السبعه واسال بس على الخمسه ايه اللي هيفرق معايا؟ اه طبعا ستيب سبعه معناها مضاعفات السبعه ان كل الارقام تبقى الاسم على السبعه صح؟ خلاص هيك الشرط راح هسه الشرط الثاني كده اللي يبقى الاسم على الخمسه بس لان انا ممكن كنت ابدا بالخمسه واسال على السبعه بس انا كده مشيت ايه؟ خمسات فالخمسات اكثر صح؟ خمسات مضاعفات فمشيت كتير فكمان مشيت سبعات خطوتي اوسع هبقى عدد الارقام اللي ما بيني 1% على السبعه اقل وبالتالي بس فقللت الحجم جدا جدا وده ممكن كنت اعمله هناك كنت هاجي بدل ما كنت بزود واحد او قال زود لي كام؟ زود لي بالسبعه واسال على الخمسه انا عايز افهم بس يا دكتور هي دلوقتي لو زدت سبعه هيبقى الستارت اولها بيبقى 8 كده يعني 1 زائد 7 ولا هيبقى على طول اول رقم 7 يعني لا اول رقم 1 واحد زود سبعة هيبقى 8 كده مش هينفع يبقى لازم اخلي اول رقم 6 0 يا 0 يا خليه 7 يا 0 يا 7 ماشي او ابدا اول رقم لو انا عارف بس انا اعتبرك مش عارفين خلينا في 7 اعتبر انك مش عارفين يعني لان اللي ممكن تكون ارقام غير كده يعني انا جايب ارقام بسيطه تقول عليا معقده اكتر من كده فخلينا نمشي بالظبط 0 مش هي مشكله خالص 0 7 14 على طول مش هتفرق معانا صح كده؟ قلت الدكتور الاس ودوسنا اف 5 طلعنا الصفر لان هو ده هيك بالنسبه لي ايه اما اتحط صفر مودلس 5 بيساوي 5 صح؟ صح ولا ايه؟ هو هيمشي اول ورا الرقم بالنسبه له الصفر مودلس 5 مش معاك 5 بتطلع بزيرو فطبعا الزيرو طبعا ما كناش محتاجين الزيرو ممكن نحط له شرط ان هو يعدي طيب ده بقى يدخلنا في موضوع تاني هل من الممكن ايوه في حد بيرد على الشات ما نكتبش صفر هنبدا بالكام؟ بالسبعه الحل الاخر ان انا ابدا بالسبعه مثلا فيبقى كده معايا 35 70 فانا حليت المشكله لكن انا عايز اوصل لحاجه ثانيه المهم دي فهمتوها الاول عشان عايز اوصل لحاجه ثانيه هتدخلني الجمله ثانيه الستيتمنت الثاني خلاص دي انتوا فهمتوها؟ ماشي انا هروح كده طب لو انا عايز اعمل ايه؟ افتراضا انا بادئ من الصفر او بادئ من رقم اليوزر هو اللي بيديهوني فانا مش متحكم فيه قوي انا اقول انا بديت منين؟ انا مش عارف فاهمني؟ انا مش عارف فانا عاوز اعدي الرقم الاول مثلا هل ينفع جملة اللوب هو بيعدي هو شغال قول له لو جالك رقم كذا عديها ممكن اه تستخدم كونتينيو بريك بس كونتينيو بعتقد بيعدي زي باس بالظبط في جمله اسمها كونتينيو وفي جمله اسمها بريك صحيح ممكن عندنا جمله اسمها باس صح معايا؟ نعم بس هنا مش تعمل حاجه
لكن انا عايز اعمل حاجه. في فرق ما بين مش عايز اعمل حاجه عايز اعمل حاجه. احنا عندنا لغايه دلوقتي كده اتكلمنا في ثلاث كلمات عشان الناس برضو اللي هي مش مركزه في الكلام ده ما يبقاش عمليه اثبات باطل. احنا اتكلمنا في ثلاث كلمات، كلمه اسمها بس، كلمه اسمها كونتينيو، في كلمه اسمها بريك. احنا نتكلم دلوقتي مع بعض ماشي. بس احنا اخذناها دي ما تعملش حاجه ما تعملش، بس مش دي اللي احنا عايزينها دلوقتي. مش هيجي اقول له اف ان هي بصفر ما تعملش حاجه، مش حاجه ايه ضربناها كده بنا قلنا مثلا اف نتكون عايز تعمل كده لازم تكتب معايا هنا ايه؟ الف. الف لو كان بتساوي على خمسه بس عشان تمشي. فهمتني؟ تمشي معاك كده تمشي كده. لو هي بصفر عديها مش هيعمل حاجه. طب هي مش بصفر هيبدا يخش جوه صح؟ نعم. هيبدا بقى يسال نفسه هل تبقى الاسم على خمسه؟ لو اه مش معاه صح. يعني لو كده ربنا ليه كده بس خمسه يقول لي خمسه في السبعين. حلو ده شكل ده شكل. في شكل تاني اسمه كونتينيو. كلمه كونتينيو يعني ايه؟ كونتينيو يعني استكمل صح؟ بس برمجيا ما معناهاش استكمل، معناها فوت دي استكمل. فوت خطوه وكمل. فوت خطوه على فكره كونتينيو بريك بس جمل منفصله عن الوايل وعن الفور. مش هقول جمل او تقدر تستخدمهم في اي مكان. الشرط مع الفور مع الفور مع الوايل الشرط بس جمل منفصله. جمل منفصله كلمه اه بس الجمله منفصله. طيب الناس كده سامعاني كويس ولا الصوت بيقطع؟ الصوت بيقطع يا دكتور. ماشي بس يعني عند كل الناس؟ لا لا انا كويس يعني. انا ما حدش يعني ما جابليش اشاره ان عندي الانترنت ضعيف ولا حاجه. فالمفترض الناس سامعاني كويس. اقول تاني اخر حاجه. طب يا دكتور بعد اذنك بس في استفسار بس بعيدا عن النقطه دي. فور لازم يجي معاها رينج يعني وانا بستخدم فور. يعني شفنا وايل ما بيجيش معاها حاجه بستخدمها لوحديها، لكن هنا فور لازم بيجي معاها الفانكشن رينج. مظبوط ولا هي بس في الكيس دي بس؟ لازم يجي معاها اي حاجه تديها القيم بتاعتها. فرينج نوع من انواع الحاجات السهله اللي بتديني القيم بتاعتها. مش معنى كده ان هي الوحيده. ممكن يستخدم مع حاجات ثانيه. بس انا ما حبيتش اخش في حاجات ثانيه على اساس ان هفتح موضوع جديد. مثلا ممكن نشغل الفور مع الليست. مع الليست بس انتوا ما خدتوش الليست. فهمتوني؟ ما خدتوش الليست ما خدتوش دخلكم في القصه انتوا لسه ما خدتوهاش. فرينج دي امر سهل بسيط مش اي حاجه امر بسيط جدا. تعالى كده ببساطه محدد البدايه والنهايه والوسط. لكن الليست دي هناخدها ان شاء الله تفصيل فيها شغل يعني شبه الاري. لو حد يسمع عن الاري ممكن اخد عليها مثال مش هيخسرني حاجه. يعني ناخد فكره مش يعني. بس كونتينيو بريك خلونا نخلص دول الاول وبعد كده ما تنسوش تقولوا لي لو فكرتوا ان انا اوريكم بفور ليست ماشي؟ ناخد عليها مثال صغير مش هيعمل حاجه مش صعب ولا حاجه حاجه بسيطه عشان نشوف اشكال اخرى. فنكمل بس دول كونتينيو. كونتينيو معناها فوت اللفه دي وكمل. يعني فوت عدي او لا تستكمل خلاص الدورة دي ولكن كمل التكرار. لا تستكمل هذه الدورة استكمل الايه؟ التكرار. فأنا عندي تكرار أهو من صفر لغاية ال 100. ممكن أقول له اف إن الكاونتر بزيرو. طبعا هنا لو كنت قلت اف منفصلة برضه أوضح حاجة. لو كنت اف قلت اف منفصلة كان هيحصل ايه؟ بس هنا في حتة لوحديها عشان برضه ما ايه ما تبقوا واخدين بالكم من اللي هيحصل.
لو كنت قلت اف منفصل كان ايه اللي يحصل؟ يعني دي اف منفصله ودي اف منفصله. اف ان الكاونتر ايكوال 0 بس عدي ماشي. وبعدين هيروح يسال لو هي بتساوي 5 هيطبع، هيطبع على الزيرو على كده، لان الجمله اللي فوق ما عملتش حاجه، امتي فاضيه، فاهمني؟ ما عملتش حاجه، نعم، فما لهاش تاثير على الجمله اللي بعدها. لكن لما كانت تلس اف لا كان في فرق. فلو جيت جربت هي طبع الزيرو، هي طبع الزيرو، تمام؟ ده شكل. الشكل اللي عايز اتكلم عليه بعد كده ايه هو؟ اف دي بتساوي زيرو اعمل كونتينيو. كونتينيو هنا معناها ايه كونتينيو؟ عديها، ما تكملش اللفه دي، ما تكملش الدوره دي، لكن استكمل الايه؟ لكن استكمل الايه؟ التكرار كله لحد من 0 ل 100. فبقول له لو طلع بيساوي 0 فوت، فوت يعني ما تكملش، ما تكملش بس كمل التكرار، يعني ارجع خد اللي بعده. ففي الحاله دي هيعديها صح، هيجي عند الصفر يقول لك لا فوت الصفر. لان اول مره بصفر قال له كونتينيو يعني ايه؟ خلاص خلاص مش عايزين الصفر دي، جيب بقى اللي بعدين. فقام جاي اللي بعدها 7. اللي جاي اللي بعدها ايه؟ 7 ويكمل بقى عادي. كل مره يسال هل هي بتساوي صفر؟ لا هل هي بتساوي صفر؟ لا هل هي بتساوي؟ لكن المره الوحيده اللي هي اول مره، اول ما لقاها بصفر قال لي كونتينيو يعني فوت دي وابدا في اللي بعدها. وصلت؟ ولا فيها مشكله؟ يعني ترد عليا عشان دي مهمه. بس دكتور انت هسه انا استخدمت اف تنتين اف كلوز، الجمله الاولى والجمله الثانيه، ما حطيت else. ايوه نعم. عشان اوضح لك الفرق ما بين continue وما بين بس، بس ما بتوقفش. طيب ما بيظبط مثلا تشيلها الاولى مثلا وتحط continue بعد في الاف كلوز الثانيه يعني؟ يعني وريني كده هتعملها ازاي؟ يعني حط مثلا اوكي يعني هسه الاف الاف كلوز اوكي تحتيها حط كونتينيو بعدين برنت كاونتر هنا كده؟ قبل البرنت حط كونتينيو هيك مش بعدي على الزيرو كده. هو يحصل ايه؟ كل ما يقبل الرقم اللي اسمه على 5 هيفوت اللفه دي مش هينزل للبرنت اصلا. وبالتالي عمره ما يطبع اي حاجه. مزبوط. انا فكرت رح ياخد الزيرو. مش هياخد كده، عمره ما ينبع اي حاجه. هو كويس انك لازم تشغل مخك يعني. بس عشان قبل ما الجمله تفوت مني ماشي، خد بس ابنها كامل واجرب لك اللي انت قلته. وقلنا ان دي عيبها ان هي اصلا مش هتطبع. كل ما تلاقي الرقم ما هتطبع، كل ما تلاقي الرقم شوف اصلا البرنت. فلو دوسنا سيف كده وعملنا رن مش هيرد عليك، هيقول لك في الاخر اخر قيمه هي 98 وسكت، لكن ما طبعلكش ال 35 ولا ال 70 اللي احنا عايزينه. واضح واضح. تمام؟ بس. طيب. بريك غير كده. كلمه بريك بالرقم احنا بنتكلم في كلمه. كلمه كونتينيو. ما فاهم بتعمل ايه بس؟ ليه ما فيهاش يعني علم، تبقى عارف بس بسيطه. بس تعرف تستخدمها. بريك بقى غير كده خالص. بريك عارفين ايه بريك؟ عارفين بريك كلكم طبعا نفسكم في بريك. بريك معناها في البرمجه اكزيت لوب. اكزيت من اللوب. اكزيت بره الايه؟ اللوب. بره اللوب. خلاص يعني لو حصل كده خلاص اخرج بره. فلو الكاونتر جيب صفر اخرج بره. كاونتر لو جيب صفر اخرج بره. ما كملش. ايا كان بقى الوضع. ففي الحاله دي طبعا هو مش هيكمل خالص لان الايه الكاونتر هنا معاك كام؟ بالصفر. بيخش لك هو بصفر وقف خلاص ما كملش. هو مش هيطبع اي حاجه. خلاص؟ لو جينا جربنا كده زي ما احنا شايفين ما طبعش اي حاجه والرينج بتاعك بصفر وكل حاجه بصفر زي ما انت واقف. ما راحش في اي حته. من اول لقطه لقى بصفر وقف. لكن احنا كنا ممكن نقول مثلا لو الرقم عدى ال 50
واقف كده هيطبع لي اللي هي كام؟ هيطبع لي اللي هي 35 بس، لكن مش هيكمل لل 70، مش هيكمل الايه؟ ال 70 صح؟ نجرب في 5. كيف 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 قلنا لو لان انا عمره ما يجي ب 50 صح، هو صح. انا ليه طبعا 35 وال 70 وال 0؟ طبعا ال 0 خلاص احنا مش حاطينها شرط، لكن ليه هنا طبعا بعد ال 50؟ لان ايه اللي يكون بيساوي 50؟ هو ماشي سبعات ما عداش على 50 مره، يعدي يعني ما عداش على 50 ولا مره، فما جاش ولا مره بيساوي 50. لكن لو انت عايز تقول اكبر من او يساوي ال 50 كده انت بقى 50 وانت طالع مش هتكمل صح ولا ايه؟ لان قلت اكبر من او يساوي 50 هيطبع 35 بس، الصفر ب 35 فدوست في 5 سيف ودوست في 5 طلع الصفر وال 35 وقع، مع ان الكاونتر عدى 35 مش 50 ووقف عند 56، بس عند 56 جه لقى ايه؟ في 56 لقى ان 56 اكبر من 50 قام عمل بريك فوقف. وقف ايه؟ وقف اللوب بس. ها يا شباب وصلت ولا فيها مشكله؟ وصلت دي تمام واضح. يبقى احنا اخدنا كذا جمله النهارده، خدنا رينج، خدنا كونتينيو، خدنا بريك، خدنا فور، خدنا وايد صح؟ نعم كويس جدا. هي في واحده كمان اخيره عشان اكمل موضوع اللوب ده مهم، جمله اسمها إلس. جمله اسمها ايه؟ إلس. احنا اخدنا إلس صح ولا لا؟ بس اخدنا إلس مع مين؟ اف كلوز اف، لكن اول مره ناخد إلس تيجي مع الوايل او مع الفور، وده مش معتاد قوي في البرمجه يعني. خلاص؟ يعني ما فيش لغات كتيره بتعمل الحركه دي. يعني على سبيل المثال عشان ناخد مثال كمان على الإلس في اللوب. طبعا ده 48 وعملنا كده عادي. كده هيحصل ايه؟ هيجيب لي كل الارقام تبقى هتبدا من 7، وهيجيب لي كل الارقام تبقى الاسم الصحيح على 7 صح ولا لا؟ وخلاص. في اي مشكله؟ باك والباك 100 صح ولا لا؟ نعم ماشي يا باب سامعين كده، الجمله عاديه جدا. نعم يعني لو دوست في 5 خلاص بتطبع لي كل الارقام ال 7 و14 و21 و28 و35 الى اخره لغايه 98 بالارقام 98 وبتنتج 98 اللي هم الارقام اللي بتبقى اسمها ساعات 7 يعني ماشي 7 عادي. إلس إلس بتنفذ امتى؟ لما الرينج بتاع الفور يخلص. يعني ممكن اطبع مثلا برنت تمام؟ واقول له الكاونتر مثلا is no longer less than مثلا 101. يعني الكاونتر ما بقاش لسه ما بقاش عند 101. المفروض دي ما بتحصلش، الامر ده ما بيحصلش غير في ايه؟ لقطه واحده بس اللي هي اول لما اللوب يقف. اول لما اللوب يقف يعني طول ما اللوب شغال هيطبع 1 2 7 14 21 28 شغال زي الفل مفيش اي مشكله خالص. اول ما يعدي الرينج هيقف، اول ما يقف هنقول له ايه؟ الكاونتر خلاص ما بقاش اقل من 101 بس مره واحده بس اخر مره يعني. اول ما اللوب يعمل ستوب، اول ما اللوب يعمل ايه؟ ستوب. او طبعا مره واحده بس اول ما اللوب يعمل ايه؟ ستوب. يعني رفع كده بسهوله. يبقى الاس بتنفذ امتى؟ اول لما اللوب يقف مره واحده بس اخر، وتبقى اخر حاجه، اخر حاجه خالص لما اللوب يقف. ساعات لما اللوب يقف ببقى عايز اعمل حاجه معينه، او اوزع حاجه معينه، او اركض حاجه معينه، او اطلع رساله معينه، او الى اخره. تمام؟ فبتتحط في الاس. طبعا هيك استخدامها دكتور يعني؟ ايه؟
هيك استخدام الدكتور في نهايه اللوب هي نهايه اللوب تشتغل مره واحده بس في نهايه اللوب الفيديو بس سواء فور سواء وايل. يا دكتور ممكن معنى الكود كده او ترجمته يعني مثلا اف كنا بنقول اف لو ده ما حصلش else يحصل كذا دي ترجمته ايه بس عشان تثبت في دماغي يعني دي مش اف دي فور انا فاهم دي فور else هنا معناها ايه else ماشي اطبع سبعة لايه لغايه ال 107 والستيب بتاعك ب 7 اول ما تيجي تقف فعل الرساله اول ما ايه يوم هيفعل الرساله. طيب خليني ايه اوضحها بشكل تاني اخر خالص يعني مثلا هي لانها دكتور مستغربه مش كل اللغات يعني هاي اول مره بشوف مش موجودة. يعني مهمه يعني مهمه هالدرجه يعني استخدامها يعني ممكن مهمه يعني مش مهمه ولا حاجه بس يعني هي لذيذه بس مش يعني. ممكن في ترابل شوتينج يعني ممكن واحد يعمل ترابل شوتينج بالفور كويسه ممكن تطلع صح هي بس هي ما فيهاش حاجه بس يعني في الغالب احنا بنعمل ايه الغالب احنا بنيجي بعد الفور وبنعمل الامر واحنا عارفين الامر ده مش هيتنفذ غير بعد الفور ما تنتهي وخلصنا نعم احنا عارفين اصلا لكن مش محتاجين يعني حاجه او امر ولا بتاع اي امر تكتبه بعد الفور خلاص هتنفذ اخر حاجه بعد ما الفور تخلص وكذلك مع الواي خلاص لكن هو بيقول لك افترض انت بتستخدم فانكشنز وعايز الكود بتاعك يبقى سمارت ففي يبقى في جمله هيلس مفهومه كشكل لكن هي لو انت استغنيت عنها وتلتزم بامرك مفيش مشكله بس يعني طالما انت بتشتغل بايثون هتستخدمها فاهمني؟ مش هيبقى عندك مشكله لان هي سهله ما فيهاش حاجه يعني اخر الامر اعمل لي كذا بس نعم واضح يا دكتور لكن هي مش موجوده في باقي اللغات لان هي ببساطه اي امر هتكتبه بعد اللوب هيبقى هو ده اخر حاجه في اللوب خلاص مش محتاجه يعني شغل يعني مثلا في الواي ده امر اهو في الواي انا هاخد منه كده سي بي اس هاخد نسخه منه 49 واحد والكاونتر اصغر من 101 وكل حاجه تمام احنا عايزين ننفذ كود الس صح وكل مره زود لي واحد الس انا ممكن اعمل هنا ده ايه اللي هيحصل كده؟ تخيل ان انا عندي لوب تاني تحت. على فكره لو شلت الانس هتبقى هي ايه المنطق بس تطلع البرنت بره. هي ايه المنطق؟ بس ايه بقى هنا الواي هيقعد يطلع عايز اقول كده برضه ايه؟ كنت هقول كده برضه يعني زيها زي بروجرام كومبليتد ممكن نحطها بدل لا بروجرام كومبليتد لا من غير الس بصي بروجرام كومبليتد دي احنا بنطبعها بره بره الفايل خالص بره الجسم خالص ممكن يكون عندك 20 امر قبليها او 20 امر بعديها مش كتير صح ولا لا؟ لكن هنا لا دي بتطبع مره واحده بس بعد ما اللوب يخلص طب افترضنا انا عامل الاثنين لوب كده مثلا واعمل لوب ثاني هظبط الكاونتر بتاعي اخليه يطبع عكسي وطبعا هنا هيوصل ل 101 صح؟ انا عارف انه يوصل لغير واحد فاجي اقول له ايه لو الكاونتر اكبر من الزيرو هيطبع الكاونتر وكل مره ينقص ايه ينقص واحد يبقى هو هيبدا بكم المفروض هو ينتهي بكم اخر حاجه 101 هيطبع 101 ينقص واحد تبقى 100 ها 99 98 97 96 95 94 93 عمال ينزل لغايه واحد يطبع الواحد بقى ينقص من واحد تبقى صفر صفر اكبر من صفر لا فرشت ما يطبعش الصفر بس هيطبع لنا اللاست فاليو اوف كاونتر صفر